حسم مجلس إدارة النادي الأهلي مستقبل الأسطورة السورية عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد. والسومة البالغ من العمر 32 سنة انضم إلى الأهلي في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتية، حيث سجل 184 هدفا خلال 218 مباراة رسمية. ووفقا للإعلامي الرياضي بتال القوس، قررت الإدارة الأهلاوية برئاسة ماجد النفيعي تجديد الثقة في السومة والإبقاء عليه في الموسم الرياضي الجديد. وتعرض أسطورة الأهلي لهجوم عنيف من الجماهير في الموسم المنتهي بسبب تراجع مستواه وإصاباته المتكررة، حيث طالب بعضهم بالاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي الحالي. وفي نفس السياق كشف القوس عن استغناء الأهلي عن 6 محترفين دفعة واحدة، ما يعني جميع أجانب الفريق باستثناء السومة. والثنائي الروماني ألكساندرو ميتريتا والصربي فيغسا دخل في خلافات مع مجلس إدارة الأهلي بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة. من ناحيتهم فإن الألماني ماركو مارين والبرازيلي لوكاس ليما والبوسني ألفيساريتش والمغربي إدريس فتوحي لم يقدموا أي إضافة فنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي. اقترب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي استعدادا للموسم الرياضي الجديد. والنصر أعلن في وقت سابق التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي جوانزو الصيني. ووفقا للناقد الرياضي ناصر الراشد، اقترب النصر من التعاقد مع نجم برازيلي جديد، حيث من المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة. ولم يكشف الراشد عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن اسم اللاعب البرازيلي المتوقع انضمامه إلى النصر. إذن من هو النجم البرازيلي المتوقع انضمامه إلى قلعة العالمية؟ هناك 5 نجوم برازيليين ارتبطت أسماؤهم بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم على التالي: متوسط الميدان باولينيو، الجناح لوكاس مورا، الجناح كلاودينيو، والجناح برونو هينريكي، واخيرا الجناح أليكس تكسيرا. وتكسيرا كان على وشك الانضمام الى نادي النصر في يناير الماضي، الا ان مغالاة اللاعب في طلباته المالية حالت دون ذلك. من ناحيته فان جميع الصحف العالمية اكدت توصل النصر الى اتفاق مع جوانزو الصيني لاستعارة باولينيو لمدة 6 اشهر مع تحمل 70% من رواتبه قبل أن تتوقف الصفقة بشكل مفاجئ. أما هينريكي وكلاودينيو فإن النصر يتفاوض معهما منذ أيام قليلة في محاولة لحسم التعاقد مع أي منهما، بينما شائعات غير مؤكدة ربطت العالمي بنجم توتنهام لوكاس مورا ولم تتأكد صحتها من عدمها حتى الآن. وبعض هذه الأسماء حظيت باهتمام سابق من الهلال، ما يمثل ضربة قوية لمجلس فهد بن نافل في حال انضمام أحدهم إلى النصر. وغير بعيد عن العالمي، عقد مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر اجتماعا من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة في عملاق الرياض. وكشف النصر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن مجلس إدارة مسلي آل معمر عقد أول اجتماعاته بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي. النصر أعلن القرارات التي تم اتخاذها على هامش اجتماع مجلس إدارته، نستعرضها لكم كالآتي: أولا، تم في الاجتماع الاطلاع على الأمور الإدارية والمالية في النادي. ثانيا، قرر مجلس الإدارة إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة رئيس النادي وعضوية عبد العزيز العمران والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي. ثالثا، تم تعيين الأستاذ عبد الله التركي أمينا عاما للمجلس.
يكتف مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من عمله لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات كبرى استعدادا للموسم الرياضي الجديد. ووفقا لآخر التقارير، تبحث الإدارة الهلالية عن محترف أجنبي جديد يجيد في صناعة اللعب وعلى الجناح ليحل بدلا من الأرجنتيني لوسيانو فيتو أو الإيطالي سيباستيان جيوفينكو. وتفاضل إدارة الهلال بين جيوفينكو أو فيتو من أجل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم في الصيف الحالي، ولكن الكفة تميل للاعب الأرجنتيني الذي لم يقدم أي إضافة فنية منذ الانضمام إلى الفريق في صيف 2020. ورغم عدم الإعلان عن هوية فيتو حتى الآن، إلا أن الأنظار تتجه إلى النجم البرازيلي الحاصل على الجنسية الإماراتية فابيو ليما. وتقارير إماراتية كشفت في الأيام الماضية عن اهتمام نادي عاصمي في المملكة العربية السعودية بالحصول على ليما ذو 27 سنة والذي يلعب في صفوف الوصل. وعلى مدار عام كامل كان النجم ذو الأصول البرازيلية يحظى باهتمام النصر، ولكن إدارة الأخير توجه أنظارها الآن إلى خيارات أخرى، ما يرجح أن الهلال هو المقصود من النادي العاصمي الذي يهتم بالحصول على خدمات ليما في الصيف الحالي. وليما يلعب في نادي الوصل الإماراتي منذ عام 2014، حيث سجل 131 هدفا وصنع 43 آخرين خلال 166 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم. وبعد حصوله على الجنسية الإماراتية انضم ليما إلى المنتخب الوطني، وبالتحديد في أكتوبر 2020، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين خلال 7 مباريات. وفي المباراة الأخيرة للمنتخب الإماراتي أمام ماليزيا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حقق ليما أرقاما رائعة للغاية. ويرى كثيرون أن فابيو ليما قادر على القيام بأدوار لوسيانو فيتو وبشكل أفضل بكثير في حال انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.